مش انت الموزه اللي في الفيديو؟ انا دلوقتي بس عرفت انتوا جايين تاخدوا الفيديوهات دي ليه؟ ليه؟ عشان تداروا على فضيحه زميلتكم والشركه في جريمه. ايوه بالظبط كده. واحنا يا سيدي مستعدين نشتري منك الفيديوهات دي ب30,000 جنيه. 50,000 جنيه يا كده يا تنسوا الموضوع ده من اساسه وتتشاهدوا على روحكم. واحنا موافقين، بس اديني مهله بس لغايه بكره الصبح اروح البنك اسحب الفلوس. السلام يا محمد. الله يسلمك. منور لوكسور والله. لوكسور من اقرب اصحابها. اتفضل. ايوه عربي، انت فين؟ انا ادم، انت فين؟ انت فين يا عربي؟ طمنيني يا ماما، ابويا عامل ايه دلوقتي؟ يا كبدي علي يا بنتي، مصدوم، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيكلم حد ابدا. انا السبب، بس انا يا ماما ما عملتش حاجه غلط، انا اتجوزت. محدش قال حاجه، اللي حصل حصل، بس هي المفاجاه صدمته شويه. معلش، عمر الدم ما يبقى ميه ابدا، وبنتك قدامك اهي في الحفظ والصون. ما هو ده اللي مطمني، انها قاعده معاكي وقدام عينيا يا حاج. المهم لازم نصالح حنا على ابوها، انا ما يخلصنيش ان هو يبقى غضبان عليها. ده عبيد، ده طيب، ومهما كان برضه لازم هيهدى، وانا هقنعه ان هو يسامح حنا، دي مهما كان بنتنا برضه. اتفضل يا ديسي. ايه ده يا بطل؟ ده 1,000 جنيه من الفلوس اللي عليا لي. ماشي يا اختي، بس ولا مؤاخذه، انت جبت الفلوس دي منين؟ تلاقيتي شغل ولا حاجه؟ لا، انا بعت الخاتم والحلق بتوعي. طب ليه كده يا بطه؟ تبيع سختك عشان تدفعي لي؟ سختي مره واحده؟ ده هم يا حسره الحتتين دول، واديني بعتهم كمان. طب وهتفضلي تبيعي لحد امتى يا بطه؟ لغايه ما ربنا يفرجها كده والاقي شغل. طب انا عندي فكره، ايه رايك لو تشتغلي في المحل عندي؟ اشتغل ايه؟ بياعه، وهديكي 500 جنيه في الشهر. ايه ده، انا كنت باخد 700 جنيه في المحل اللي انا كنت شغاله فيه. طب يا ستي، 600 جنيه اخر كلام، وهاخد منهم 200 جنيه كل شهر تسددي الديون اللي عليكي واديكي الوصل. ايه ده، هيفضل لي 400 جنيه بس؟ الله، مش احسن من بلاش يا بطه وتقضيها مواصلات رايح جاي؟ انا الشغل تحت البيت. مش عارفه. طب فكري بس وردي عليا. الله، صحيح يا ديسي، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت وامك ما بتقوناش يا بطه. احنا جيران، ومهما حصل مشاكل وحاجات كده مش لطيفه، لازم وقت الازمات نقف جنب بعض. ده النبي وصى على سابع جار. معقوله؟ معقوله انت يا ديسي تقول كده؟ للاسف كلكم واخدين عني فكره مش كويسه، لكن انا لو بصيتوا جوايا وجوه قلبي وقربتوا مني هتلاقوا ابيض زي الفل. باين لنا ظلمناك يا ديسي. مالك يا شوقي؟ شايل الهم ليه بس؟ كله من زفت الطين اللي اسمه عاطف ده. مال اللي متنيل على عينه ده كمان؟ عيل مهزوز كده وخرع، وانا خايف بصراحة لا يغلط ويقول على السر. تفتكر يعملها؟ وليه لا؟ خصوصا بقى ان اليومين دول عمال يحلم بسمير مصالح ده ويقوم مفزوع من النوم. والواد ده لو غلط هنروح في 60 داهية. لا، وبغباوته قال بنفسه انه ساب بصمته في شقة الامريكاني. يا لهوي، طب ده كده يبقى خطر على نفسه وخطر عليك.
ده لو دخل الاسم وخدوا بصمته لأي سبب هيجيب رجليك يا شوقي. كله إلا ما جايب رجلي. خلاص هات راسه قبل ما يجيب رجليك. يعني ايه؟ اخلص منه. اللي تعرف ديته قتله. قلب الساعات اللي معاه ونهج على لبنان. ولا من شاف ولا من دري. لا 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 لا، ده برضو صاحبي وعشرة عمر. قرشك هو صاحبك يا شوقي، وخدها مني نصيحة، اخلص منه النهاردة قبل ما يورطك، بدل ما تندم عمرك كله انك معرفتش تخلص منه. هي دي الدنيا اللي بتحلمي بيها؟ هو ده البيت اللي كان نفسك فيه، اللي عملتي كل ركن فيه بمزاجك؟ كل ما ابص لونه اضحك وابقى مبسوطه. دلوقتي بقى بيك ابني بيفكرني باليوم المسؤول ده اللي دمر لي حياتي كلها. كل حاجه بقى طعمها مر قوي، حتى القوه اللي جوايا تسربت كلها وبقت ضعف. مش من اللي انا بحبه عمال بيحطم فيا وبيقوى عليا اكتر واكتر. اكيد مش ده البني ادم اللي انا حبيته، مش هو. انا راهنت عليه. انا اكتشفت ان انا اخترت غلط. مش ده بس اللي اخترته، لا انا كلي غلط في غلط. ايوه انا كل حاجه فيا غلط. اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. يا ربي اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ ماما ماما. ايوه استرها يا رب. انا بكلمها، الموبايل بتاعها مقفول. ده مقفول من بدري قوي. يا ترى انت فين يا بنتي؟ يا ترى انت فين يا نانسي؟ انا امبارح لما عديت عليها في الجاليري جالها تليفون من واحد اسمه كريم. كريم؟ كريم صاحب ادب؟ معرفش، لما سالتها بتكلمي مين قالت لي هقول لك بعدين، بس ممكن جدا يكون هو كان عايزها في موضوع مهم وراحت تقابله. يا امير عارف كل ده وساكت؟ معلش يا عم انا مش واخد بالي انها معلومه مهمه. كريم ده مش صاحب ادم اللي جالنا؟ ايوه. تعمل ايه؟ هكلمه في التليفون. هو حضرتك تعرف نمرة كريم ده؟ ايوه، كان اداها لي لما قابلته في الفيوم. تليفونه مغلق. مغلق؟ طب هتعمل ايه يا جورجي دلوقتي؟ افتكرت، هو كان قال لي انه ساكن في عماره في الزمالك تحتيها مطعم كنت بروحه زمان. يعني حضرتك عارف عنوانه؟ بتهيالي كده. سيام، انا حاسه ان ممكن نديله فرصه اخيره. انت يا امي اللي بتقولي الكلام ده؟ انا ومامتك خايفين عليكي، وانا حاسس ان سيف عايزك ترجعي له باي طريقه، وانت عارفه سيف عندي قد ايه، واحنا كمان مش قده. منين خايفين عليا ومنين عايزين ترمون لي؟ يا بنتي طالما عرف غلطته واشتراكي، تعالي تعالي نجرب يا حبيبتي بدل ما تخسري بيتك يا ضناي. امك معاها حق، انا حاسس ان انت لو رجعتي له عمره ما هيتطاول عليكي تاني ولا حتى هيضايقك. لا لا، مش هرجع له حتى لو موتوني. مبسوطين؟ مش هرجع له. على كيفك يا بنتي، دي حياتك وانت حرة فيها، احنا كان كل غرضنا ان احنا نفكر معاكي. سهام، اللي تشوفيه صالح ليك يا بنتي اعمليه. ايوه، من بكره هنزل اشتغل، هشتغل واشيل مسؤولية نفسي. من بكرة هنزل اشتغل، هو ده اللي هيحصل وما فيش غيره. دي مهما كان بنتنا الوحيدة يا عبيد. جيب لي سيرة البت دي تاني يا أم هنا، أنا خلاص اتبريت منها. يعني أنت قلبك ما بياكلكش كده وعايز تعرف أي حاجة عنها؟ تروح في 60 داهية. عارف ليه ما ماتتش وراحتني؟
ما تقولش كده، حرام عليك يا عبيد الشر. بره وبعيد. بره وبعيد فين؟ بره وبعيد فين يا ام هنا؟ خلاص الشر بقى جوانا ولابت في حجرنا، وبنتك اللي جابته لحد البيت. على فكرة أنا عرفت إن هي قاعدة عند صبرة جارتنا. صبرة؟ ما هو دود المشي بيبقى منه فيه. لما أنت عرفت منين إن عند صبرة؟ أوعي تكوني كلمتيها. أبدا يا أخويا، هو أنا أقدر؟ ده أنت كلمتك تمشي على رقبتي. أنا بس كده لمحتها عندهم قاعدة في الصال. تروح في 60 دقيقة إن شاء الله حتى تولع بجهاز. تعالى أهي دي العمارة. متأكد يا دكتور؟ تعالى بس. هو الأستاذ كريم ساكن هنا؟ أيوة ساكن هنا. في أنهي دور؟ في الأول في الثاني. شكرا. بس ما جاش من امبارح. ما جاش من امبارح؟ أيوة. شكرا يا ريس. العافية يا فندم. يا ترى راح فين؟ أكيد نانسي معاه. وحضرتك ساكتين كده، إحنا لازم نروح نبلغ البوليس فورا. اهدي يا طنط، مش كده اهدي. أهدى إزاي؟ أنت بنتي، لازم نتطمن على بنتي. أسر يا رب. اهلا يا حبيبي. صدق كنت هروح لك شرم لولا خالي لحقني وقال لي انك في الاقصر. اللي اقوله يا ادم، هو صح اللي بيتقال عنك في الجرايد ده ولا ده كلام صحافه وكده؟ والله يا عربي في شويه جد وشويه كلام صحافه. انا نفسي ما بقتش فاهم اي حاجه. موضوع طويل هبحكيه لك بعدين. طب يعني هو ادم فعلا وانت صغير يعني اتربيت في افغانستان وكده؟ افغانستان؟ ده على اساس ان انا وانت مش متربين مع بعض. معلش يا ادم اعذرني، معلش اصل انا الجرايد عماله تكتب عنك كتير اليومين دول فما بقتش فاهم حاجه. مش كل اللي بيتكتب في الجرايد صح. بص يا عربي، انا من الاخر كده جاي الدار عندك يومين تلاتة لغاية ما اعرف هعمل ايه وربنا يسهلها معايا، ولو وجودي هنا يعمل لك مشكلة اعتبرني ما قلتش حاجة، وكتاب الله ما هزعل منها. عيب عليك يا ادم يا جدع، الله ده بيتك ومطرحك. والله العظيم يا ادم لو قلت كده تاني نزعل منك. انت اخويا يا ادم وده بيتك وانا معاك في اي حاجة لو على رقبتي. احنا اخويا يا ادم. ربنا يخليك يا رب. وبعدين يا صاحبي ما تزعلش نفسك، هي بلدنا بقت كده، بقت عامله زي سوق الخضار فيها بياعين وزباين، والبياع اللي يجعجع ويعلي صوته هو اللي بيلم الزبون حواليه. ان شاء الله بالظبط الغلابه اللي زي حالتنا مالهمش مكان في السوق ده. معاك حق يا صاحبي. تفتكر بقى امتى هيبقى لنا مكان في السوق ده؟ بعت الإزازة لوحدك. في إزازة تانية عندك لو عايز. ليه؟ وأنا عبيط زيك؟ أنا عايز عقلي ده عشان أفكر بيه، وبالطريقة اللي أنت ماشي بيها دي
في خطر عليك وعليا، يعني لازم تفوق وتصحصح والا هنروح في 60 داهية. تعبان قوي يا شوقي، تعبان. نام يا صاحبي نام. النومة الأخيرة إن شاء الله. معلش يا عربي، أنا فلوسي خلصت وكنت بصراحة يعني جعان. عيب عليك يا ادم يا جدع، ما تقولش كده والله، ده انت في بيت اخوك يا ادم، وبعدين انا عارف ان انت يا عم جاي من سفر فاكيد هتكون جعان، فعشان كده طلبت لك اكل وزمانه جاي في السكه. ربنا يخليك يا رب. بقول لك يا ادم، انا بعد اللي انت حكيته لي ده يعني بصراحه كده اكتشفت ان انت لازم تخلع من المشاكل دي، والحل الوحيد ان انت تسافر وتريح دماغك. ناس كتير نصحوني اهرب يونان ايطاليا، بس معرفش اعدي هناك ولا عارف اروح اعمل ايه. يونان ايه ولا ايطاليا ايه ولا هجره غير شرعيه، تغرق في البحر يا ترجع مسجون. شوف يا معلم، انا هعمل معاك الصح، انت تهرب على تل ابيب. ايوه اسرائيل. ومن حظك بقى يا معلم ان انا اعرف واحده اسرائيليه عايشه في تل ابيب، اظبطك معايا يا ادم وتاخدك وتيجي خالي على تل ابيب هناك. وهناك بقى يا معلم بسمع ان المصريين هناك بيتشالوا على كفوف الراحه. يا مرحب. وهناك يا صاحبي احسن من البهدله دي. عارف ليه يا عربي المصريين هناك يا مرحب؟ عشان قوه مصر في ولادها. لما انت واللي زيك ولادها يروحوا يشتغلوا هناك يبقى كده بيحرموا مصر من قوتها. بعدين يا اخي انت مش فاهم ازاي انت ممكن تسمح لنفسك انك تعيش في اسرائيل. طب ودم مصر وفلسطين وسوريا ولبنان ويعلم اللي جاي كمان عادي كده عندك؟ واضح يا عربي ان انت بقيت زي كتير قوي بقى عندهم مشاكل في النخوة. تعرف عربي لولا ان انا محتاج استخبى عندك يومين ثلاثة كنت طفيت في وشك ورميتك من البلكونة. جرايا يا ادم، انا مش فاهم انت زعلت ليه يا عم، انا كل غرض ان انا اساعدك. مش فاهم والله العظيم، عارف انك مش فاهم. انا داخل انام. بتحبيني؟ ايوه. طب قد ايه؟ قد البحر وسمكاته بس، والسما ونجومها بس. كفاية بقى، انت طماع قوي يا سيف. احساس صعب لما تجبر نفسك على كره شخص كان بالنسبة لك العالم كله، والاصعب منه انك تكرهه وجواك بيحبه. بحبك يا سيف، بحبك. كنت ملك، كان نفسي احافظ عليك. ما قدرتش. جابك هنا؟ اتفضل امشي. لا يا بطه، مش همشي الا لما اعرف جبت ال1000 جنيه اللي اديتيها لاختي حنتيه منين. انت مالك؟ يخصك في ايه؟ اللي ليكوا عندي فلوس وبس، واديني بس اديها لكم. امشي بقى بدل ما اصوت والم عليك الحاره، وحسك عينك تيجي هنا تاني ولا تتعرض لي. ليه كده يا بطه؟ ليه؟
ده انا مرزوق. مرزوق حبيبك. نسيتي حبنا يا بطه؟ حبنا؟ ده كلام افلام. موضوعنا خلص يا مرزوق، وحياتي ما تتدخلش فيها ولا ليك دعوه بيا، بدل ما اعمل لك محضر وبهدلك. يا حصلت يا بطه. ماشي، الله يسامحك، الله يسامحك. الحمد لله على السلامة. انت لسه صاحية؟ مستنياك. وتستنيني ليه؟ يمكن تحتاج حاجة. احتاج حاجة؟ وده من امتى بقى ان شاء الله؟ انت برضو لسه مش عايز تسامح؟ اسامح؟ اسامح في ايه ولا في ايه؟ ورغم كل ده انا كنت بسامح. عارفه ليه؟ عشان كان حقي، كنت بتنازل عنه بارادتي، لكن للاسف اللي احنا فيه دلوقتي ده مش حقي. امال حق مين؟ بنتي. حق بنتي ومستحيل هفرط فيه. وانت لما تبقى كويس معايا يبقى انت كده بتفرط في حقها؟ دي تبقى خيانه ليها. مش هم، أنا أمها مش عدوتها. وعدوتها كانت هتعمل فيها إيه أكتر من اللي أنتِ عملتيه؟ ما كانش قصدي. جايز، جايز ما كانش قصدك، بس كان بمزاجك. حبك لنفسك ورغبتك في تحقيق تفاهاتك هدوا المعبد على دماغك. للأسف يا منال، اللي بيتهد ما بيتبنيش تاني. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. كريم انت كنت فين كل ده؟ انا قلت انك مش هتيجي. معلش يا جماعة، الشنطة هي فيها 50,000 جنيه، نولنا بقى الهارد وفكهم خلينا نمشي زي ما اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ مش لما اول نجيب الهارد ونمسح كل الفيديوهات اللي عليه وبعدين نقطع لكم تذاكر على اول رحله طالعه للاخره. انت بتقول ايه؟ ده انتوا مجرمين. وايه الجديد في كده؟ حد قال لك ان احنا دكاتره؟ طب قال دكتور قوم هات لنا بقى الهارد عشان نمسح كل الفيديوهات اللي عليه. لا ارجوك بلاش، دي حياه بني ادم متعلقه فيه. وماله حاله؟ ما هو لما يتحكم عليه بالاعدام ويموت دي بتقابليه في الاخره. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ هو احنا ليه نفس نقرب من بعض اصلا؟ الظاهر ان ده حصل في اليوم اللي احنا كنا فيه كويسين مع بعض قبل الحادثه. يا دي النيله، يا دي النيله، ده ايه الحظ المنيل ده يا ربي؟ كان لازم يحصل حاجه في الليله الزفت دي. انت بتسمي حملي منك يا هشام حظ منيل؟ كفايه انا لحد كده، كفايه. الواد اللي في بطنك ده لازم ينزل، فاهمه ولا لا؟ انت عايز تقتل ابنك؟ حرام عليك. عايز ارحمه، عايز ارحمه قبل ما ينزل للدنيا وتقتليه بتفاهتك واستهتارك. حرام عليك، اللي بدأ بيقتلني حرام عليك. يا شيخه موتي بقى وريحينا، يمكن لو متي ممكن نترحم عليكي، لكن طول ما انت عايشه وبتعملي البلاوي السوداء اللي انت بتعمليها دي بنلعنك كل يوم كل لحظه. عياطي دموع التماسيح دي ما بقتش اكل منها خلاص. عيطي بدل الدموع دم. بس مهما عيطي لازم تعرفي كويس قوي ان عمر الدموع ده هتغسل زمانك، وعمري ما هسامحك. Thank you.
عاطف عاطف عاطف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يرحمك يا عاطف، الله يرحمك يا صاحبي، الله يرحمك. شوي بتعدد عليا ليه الصبح يا شوي؟ هو انت كويس؟ الحمد لله. هو في لا ابدا، اصلي كنت بحاول اصحيك ما بتردش. يعني ما انت عارف يا عم، انا تقلت ليله امبارح في الشرب شويه ونمت ما تقول عشان انسى، ويا ريتني نسيت. سمير مصالح حب عليا في الحلم وخلاك ابوس، ما فقتش منه اللي عليك دلوقتي. بركة انك انت كويس. مش عارف فيه يا شوقي، فيه ساعة الليلة يا دي وانا حاسس ان ربنا غضبان عليا وكل شوية يبليني بمصايب. مصيبة ايه كف الله الشر؟ تصور امبارح بعد ما سبتني ومشيت اتحصرت قوي وانا نايم، فقمت لدوره المية فوق حصرتي لقيت تعبان في الحمام. أول مرة أشوف حاجة زي كده. عارف عملت إيه؟ إديته بالكسرولة على دماغه، طيرتها له، فرتكته. وإيه اللي ودى كسرولة في الحمام يعني؟ بستحمى بيها يا شوي، ما أنت عارف المية على طول قطعة من عندي وبستحمى في الطبق. وتقولي ربنا غضبان عليك، أهو ربنا نجاك أهو. اللي محيرني يا شوي التعبان ده جالي منين؟ ده انا عمري ما شفت حاجه كده يا اخويا. يا سيدي ما تشغلش بالك، المهم الحمد لله على سلامتك انت يا صاحبي. انا قلقان على نانسي قوي يا عمي، نانسي عزيز عليا جدا. نانسي اصلها من الحاجات القليله اللي سافرت ورجعت لقيتها زي ما هي نقيه. متشكر يا امير يا ابني على اهتمامك بيها. طبعا ما انتم متربيين مع بعض. بصراحه احساسي ناحيه نانسي اكتر من كده بكتير، وفي موضوع كنت عايز اتكلم مع حضرتك عليه بس الوقت مش مناسب. باسم الصديق ايه اللي بيحصل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر. أنا عندي معلومات عن أدم عبد الحي الإرهابي. أدم عبد الحي الإرهابي؟ مش أدم ده الإرهابي بتاع مصر اللي قتل الأمريكاني؟ هو ده يا باشا، أدم أمين عبد الحي. آه ماله؟ بس أنا قبل ما أتكلم حضرتك لازم أضمن حقي في المكافأة بتاعت السفارة، ولازم أضمن إنها ما تروحش لحد غيري. كافئتي وزفتي على دماغك، استنى بس ما نشوف احمد بيه عبد الله يعمل ايه في الموضوع ده. لا ادخل. سيف باشا، في اشاره مستعجله يا فندم جات لنا من الاقصر دلوقتي بتقول ان الواد ادم عبد الحي مستخبي هناك. انت متاكد من الكلام ده؟ يا فندم الاشاره لسه جايه لنا حالا. سويتش بسرعه يحول لي الاقصر وبعت لي المقدم هشام مدكور بسرعه. ساعات ها عربي، بالنسبه لادم اللي انت جايبنا علشانه فين؟ فين؟ والله يا باشا انا يعني كنت سايبه هنا وجيت جبتكم وادينا جاي معاكم اهو. وحياه ماما هفرمك.
عيال صغيره معاك على ايه؟ ما تطلع يا باشا. انا والله العظيم ما اعرف اي حاجه يا باشا. الورقه دي لقيناها لك ومدينه في اوضه النوم جوه مكتوب فيها